المطر بهجة اليمن، بانوراما الأرض والماء والسماء. عادل الأحمدي. إذا كانت مصر هبة النيل، فإن اليمن هبة المطر. عليه قامت حضارته وثقافته ودينه وشدوه وهواه. لقد فطن اليمني القديم إلى إقامة علاقة خاصة مع مزن السماء، فقام بحفظ مائه في السدود، وهكذا استقر وتمدن. فكانت معين وسبأ وحمير وحضرموت وأوسان وقتبان، وكانت مارب وبلقيس وأسعد الكامل ومئات التبابعة والمكاربة والأقيال. ورغم ابتعادهم عن ثقافة الجدود والسدود، إلا أن دورا كبيرا ما يزال يلعبه المطر في حياة اليمنيين، إذ المطر ترمومتر التفاؤل في أحاديث الأرياف والمدن، والمؤثر الرئيس في مزاج الناس. انهماره علامة البشرى، يطفئ لهب القلوب وظمأ الزروع، وانقطاعه شارة نحس وبؤس توقظ الإحباط وتبعث الشرور. استقبال زخات المطر ورؤية اللوامع والبروق والسيل والساقية ورائحة الأرض بعد الروي، كل ذلك يصنع في وجدان الفلاح اليمني نشوة شبيهة بقوس قزح، الناتج الفيزيائي عن تزامن الشمس والمطر. ولأن الرعد هو المقدمة الأولى للمطر، فإن لصوته في قلوب الفلاحين جلجلة وانتعاشا يطربهم ويوقظ فيهم همة الترحيب بعبارات ابتهاجية دعائية تختلف موسيقاها من منطقة لأخرى، لكنها ذات مؤدى واحد وفق فلسفة المطر. يا إلهي بضاء بجمزم وماء وبمكة حماء اسقينا الغيث يا الله. يا إلهي بياسين فك عسر المساق، فك عسر بيزراق واسقنا الغيث يا الله. يعتبر التقويم الحميري أهم تقويم يمني استمر استخدامه مئات بل آلاف السنين، ومواسم الزراعة تمثل دورة كاملة للشمس في منازلها، وذلك لارتباطها بهطول الأمطار والزراعة والحصاد. ومنها ظهر التقويم السبئي والمعيني والحضرمي والقتباني والردماني، لكنها تقاويم كانت تؤرخ بسنوات حكم الملك أو كبير كانة المعبد، ولم تتخذ عاما محددا أو حدثا مهما للبدء باحتساب السنين. حتى استخدمت مملكة حمير تقويم مبحض ابن أبحض الذي يبدأ احتساب السنين فيه من 115 قبل الميلاد، وهو ما بات يعرف بالتقويم الحميري. وباعتبار الزراعة كانت عمودا فقريا للحضارات اليمنية، فقد تمت تسمية الأشهر ودلالاتها بما يتوافق مع مواسم الزراعة ومعالمها التي تعتمد في الأساس على التقويم الشمسي. فتم تقسيم السنة إلى 4 فصول و12 شهرا. تبدأ السنة الحميرية بشهر ذو الثابة، والذي يوافق شهر أبريل في السنة الميلادية. والتقويم الذي نشاهده الآن هو التقويم الحميري للسنة 2136. أما أسماء الشهور الحميرية ومعانيها فهي على النحو التالي: 1 ذو الثابة، وهو أول الشهور الزراعية ويعني أول الصيف، ويقابله شهر أبريل. 2 ذو مبكر، ويعني بداية الذري، ويقابله شهر مايو. 3 ذو القياض، ويعني شدة الحر، ويقابله شهر يونيو. 4 ذو المذرة، ويقابله شهر يوليو. 5 ذو الخريف،
وهو شهر نضوجي ويقابله شهر أغسطس. 6. ذو علان، وهو بداية ظهور الحبوب والحاجة للمطر ويقابله شهر سبتمبر. 7. ذو السراب، ويعني الحصاد ويقابله شهر أكتوبر. 8. ذو المهلة، أي الفترة التي تحتاج فيها الأرض إلى الراحة ويقابله شهر نوفمبر. 9. ذو الآل، وهو نهاية الشتاء ويقابله شهر ديسمبر. 10. ذو الدثا أو ذو داون، وهو بداية الدفء وخروج البرد ويقابله شهر يناير. 11. ذو الحلة، وهو بداية اكتساء الأشجار بالأوراق ويقابله شهر فبراير. 12. ذو البعين أو ذو المعين، وفيه يستعد المزارع لبداية الموسم الجديد ويطلب العون، ويقابله شهر مارس. ولا تزال أسماء الشهور الحميرية متداولة بين المزارعين حتى اليوم، ولكنهم يحذفون كلمة ذو أو ذي فيقال علان بدلا عن ذي علان، أو مبكر بدلا عن ذي مبكر، وهكذا.